بالنسبة لتحصين النفس، أنا أعتقد أن ثمة لعبة حربية نلعبها مع هذا الأمر. أولا الكسول لا ينجح، لا يفلح. شوية رياضة مهمة، قراءة، مطالعة، يعني القواعد فن التايبينج، درب جسمك، هذب نفسك، طهر قلبك، أصقل عقلك، حرر روحك، هذا كله مهم جدا. تهذيب النفس ليس عمل سهل، تطهير القلب من الأحقاد ليس بالعمل السهل، هذا عمل باطني يجب أن يقام به. ثم أن يكون اللسان رطبا بذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أضفنا إليها لا حول ولا قوة إلا لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يمسك عصا تزن 50 كيلوغرام ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه أخذ حوله من ربه، هذا إيمان رائع. لكن لما يعرف الحقيقة يرى أنه لا حول ولا قوة على وجه الحقيقة والإطلاق إلا لله. لم يبلغ هذا المستوى سيحمل العصا دون لمسه، تحمل وحدها، هذا مقام آخر، أنه يزيل الأسباب فيتجلى عليه الوهاب. لما ألقي إبراهيم في النار لا حول قوة إلا بالله، ولما كان فيها لا حول قوة إلا لله، لا حول النار أبدا، فلم يحمى لأن الله أعطاه حولا عليها، بل حمي لأن الله نزع منها الحول في نفسه، فقال لا أكوني بردا وسلم. أستغفر الله الاستغفار، استغفر ربكم إنه كان غفارا، وصل السماء عليكم ودرا، تنزل الرحمة، لا إله إلا الله، ما قلت أنا والأنبياء من قبلي أفضل من لا إله إلا الله، أعظم ما قلت أنا وقال الأنبياء من قبل، لا إله إلا الله، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر. ثالثا الصلاة على الحبيب المحبوب، يعني فيه شيء فرضت فيه الأمة والوهابية مذنبة مجرمة في هذا الأمر والمدرسة الأموية، وهي الحيلولة بين الأمة ونبيها، استنقاص حقه وشأنه وأهل بيته. الحيلولة بين رسول الله وأهل البيت وبين الأمة هذه مصيبة كارثة كبيرة جدا، أنه لا يمكن ننجو الإنسان دون واسطة حقيقة، لولا الواسطة لذهب الموصول. هذه الوسيلة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، سفينة النجاة. فلما تصلي عليه وعلى أهل بيته صلاة دائمة وتسلم تسليم، أي بالتسليم وليس فقط بالسلام، وتطيعه فيما أمر وفيما نهى، هذا أيضا بحول الله فيه وجاية كبيرة عظيمة جدا. وحجاب آخر حجب به الذين يدعون أنهم أتباع أهل البيت، وهم يسبون سيدي عبد القادر وينكرون نسبه، بعضهم، لا أقول أن الشيعة كلهم أكد، لا، بعض المغرر بهم والمغفرين وتجار بدماء أهل البيت. والله لا يدخل أحد على الحسين دون عبد القادر الجيلاني، مستحيل، لا يؤتى أهل البيت، لا يؤتى بابهم ولا يؤتى إليهم إلا من أبواب أهل الله. وأن أراد الدخول على أهل الله والأولياء الصالحين وجاء بقلب مرتفع مستكبر لا يدخل عليهم إلا بانكسار قلبه. فانكسار القلب وتهذيب النفس، نرجع نفس الدائرة الأولى، هذه مصفوفة ماتريكس، يعني هذه المصفوفة مهمة جدا، ماتريكس، كأنك في نظام نيو وذلك الفيلم العجيب، تدخل بباب الانكسار وتبدأ في الصعود، تسبح لربك، تصلي على نبيك وأهل بيته، تزور الصالحين ولو بقلبك، تحبهم، تنكسر وتشتغل على ذاتك عملا، فهذا يكون في تحسين. أما بالنسبة للعرب والمهدي، أخشى ما أخشاه أن أكفر الناس به سيكونون من أبناء هذه الأمة، وأن أكبر المؤمنين به سيكون هندوس وسيخ وبوذيين وزردشتيين ومسيح ويهود، نسأل الله السلام، لأسباب كثيرة ومنها تاريخي استنقاص، والذين استنقصوا عليا من قبل سيستنقصون المهدي، لكن الاختلاف أن علي لم يؤذن له إلا بما أذن له به، أما المهدي فسوف يكون له مأذونا بالسحق الكامل.